هذا البرنامج يتضمن مشاهد قد لا تلائم الجمهور الناشئ، لا ينصح تتبعه من طرف الأطفال أقل من 12 سنة. ومع الناس عشنا حكايات يا مقلوب وعيون بكيت، الله يا العالي يا خالق الحياة خلي ليام نسينا اللي فات. ومع الناس عشنا حكايات يا مقلوب وعيون بكيت، الله يا العالي يا خالق الحياة خلي ليام نسينا اللي فات. مساء الورد مشاهدينا، حلقة الليلة من برنامج مع الناس غادي ندخلوا فيها القعر المجتمع وغادي نطرقوا فيها لبعض المشاكل اللي كتنجم عن بعض الزيجات التقليدية. زمان كان زواج تقليدي هو السبيل الوحيد لفتح بيت وتأسيس أسرة، اليوم نعيد نظر في هذه الأمور هذه، خاصة اللي كتدخل الأسرة في أدق تفاصيل الزوج والزوجة. غنتابعوا احنا وياكم هذه الحكاية الليلة، ماشي للفرجة إنما للعبرة. ومع الناس عشنا حكايات يا مقلوب وعيون بكيت، الله يا العالي يا خالق الحياة خلي ليام نسينا اللي فات. ومع الناس عشنا حكايات يا مقلوب وعيون بكيت، الله يا العالي يا خالق الحياة خلي ليام نسينا اللي فات. مشاهدينا، هذه الصور هذه هي فقط عينة من أحداث كيعيشوها بزاف ديال النساء المغربيات اللي كيكونوا تزوجوا بطريقة تقليدية. الزواج التقليدي مازال عندنا في المغرب ومازال إلى حد الآن تيمارسوا واحد المجموعة ديال الأسر المغربية فين كيختاروا لولدهم واحد البنت أو لا كيختاروا لبنتهم واحد الولد وكيزوجهم. بعض الأحيان المسألة هذه كتمشى وتعيشوا هنيين وتولدوا وليدات، ولكن في أحيان أخرى كتخلق مشاكل كثيرة بحال الحكاية اللي غادي نطرقوا لها اليوم واللي جات تحكيها لنا سيدة بنفسها. مرحبا بك لالا. هاد القصة ديالك اللي غادي أحدث فيها كثيرة، يعني لدرجة أنا ما عرفتش باش غادي نبدأ مع المشاهدين، فيها شعوذة، فيها مشاكل، فيها احنا غادي نطرقوا لها كلها. غير هو واش تحكيها لنا بوجه مكشوف ولا نخليوك مخبية؟ مرحبا بك وشكرا انك جيتي تفتحي لنا قلبك هنا في برنامج مع الناس. نبداو من الاول، عارفين بنفسك، الاسم ديالك، شكون انتي، منين جيتي؟ انا الاسم ديالي جيت من واحد المدينه صغيره، كنت كنعرف واحد السيد، ماما كانت كتعرف واحد السيده صاحبتها مده 32 سنه، شافتني لولدها عجبتها. حسيت كنتي كتعرفي انت؟ لا ما كنعرفوش، هي اللي شافتني بغاتني، لصقات عليا قالت لي عجبتيني بغيتك لولدي. كيفاش شافتك؟ يعني السيده هي صاحبه ماماك 32 سنه، دونك شافت كبرتي. شافتني كبرت. ما عمرك ما تلاقيتي مع ولدها قبل؟ ملي كتجيب ولدها للدار وانتم صغار ولا لا؟ حتى حنايا كنا ساكنين حدا ملي كنت انا مازال ما تزدتش. يا كي دايره يا جارتي الصالحه وصاحبتي؟ اللهم لك الحمد، والله الا توحشتك. انا والله الا توحشتك. كدايره مع الصحه؟ الحمد لله. كدايره من الدار؟ لاباس الحمد لله. وكدايرين وليداتك؟ اللهم لك الحمد. ونهار كبير هذا اللي جيتي عندنا. يا جارتي الصالحه، انت قولي تبارك الله، انت ملي دخلت الدريه ما نزلتيش عينك عليها. ايوا تبارك الله، وصل هالبي بنتك كبرات وعادت زينه وديال الزواج. ماشي بنات الاصل، كيحشمي تحت راسها ومشيت. ومن فمك سيد ربي، يا ربي يا ربي تجيب لها شي ولد الناس يتهلا فيها وتهلا فيه. نجات راكي ما غتلقايش ما احسن من صاحبتك صراحه تناسبي معاها. واش غنقول لك؟ ما كرهتش، ولكن ضروري خاصني نشاور باها. شوفي نجات، ولدي يوسف كبر وباغي يتزوج، وكنقلب لي على شي بنت الناس وما غلقاش ما احسن منك ومن بنتي مريم. ما عندي ما نخزن عليك، زواج المعرفه كينوض شويه المشاكل والصداع. واش انا وجه المشاكل ولا الصداع؟ بنتك غنديرها بحال بنتي وما غتلقى معايا حتى مشكل. واش غنقولك؟ عايجي باها ونشاورو ونرد عليك. وانا جات زواج زمان راه فيه البركه،
وهي انا راه عارفه هاد الهضره على حق، ولكن الدري راه ما يعرفش الدريه، تخليني نشاورها. وعلى حنا كنا نعرفوا رجالنا ياك، ما شناهم حتى نهار العرس جابونا ليهم كوطين. فكرتيني. خذي مرحبا. ايوا الحمد لله، احنا درنا معاهم الوليدات وكبرناهم. شوفي غير توكلي على الله وقنعي لي الدريه، راه ما غتلقاش محسن من ولدي. تبارك الله يوسف مرضي، وتانا ما غنلقاش محسن منكم، وولدي ما غيلقاش محسن بنتك. الاصل كاين والزين والتباتة، وان شاء الله يكون خير. خذي مرحبا بك. خذي. بسم الله بسم الله، يدير الله خير ان شاء الله. امين. السلام عليكم. الله، كدير السي الحاج؟ الحمد لله. لاباس عليك؟ تيبي خير الحمد لله. واش شبهت عليها؟ شكون ما عقلتيش على الحاج؟ ياك ما هذه جارتنا الصالحه وصاحبتي. وانت كي دايره؟ لاباس. واش هاد الغبور؟ احنا مع الزمان والوليدات. ايوا الحمد لله. وخليتكم هاد الساعه صافي. ايوا الله يجعل البركه. يلا وسلام عليك هاد الساعه. وما تغبريش باش ما كنرد ليا الجواب. ويكون خير ويكون خير. وسلامه هاد الساعه. بالسلامه. وكبر لكم زدتي. اييه قولي لي اش من خبارك تو كتهضروا عليا؟ قالت لك ردي عليا ياك ما كاينش. هادي يا سيدي جارتي الصالحه. اييه قالت لك جات تشوفني توحشاتني. ايوا ملي بسات شافت بنتنا مريم قالت لك منها نخلق والو، بغيت الدريه لولدي ولدها يوسف. واش حنا ديما تلينا عرفناها مثلينا عرفنا ولدها وعاجي يصرف عليه؟ والحاج وهي راه عشرة عمر، راه صاحبتي ونعرفها، والدري راه غيكون بحال امه. ويني زواج ليلى؟ راه تدبير وعام، بنتنا مربية الظرافة التباتة، ما عندها غير نيشان. وترى المرأة ظريفة، أنا اش قلت لها؟ قلت لها تنشاور بواها ونشوف معاك ونشوف مع الدرية. سمعيني واحد الكلمة غادي نقولها لك، زواجنا حنا مشى زواج النية والأصل، مع هاد الوقت اش غادي نقول لك؟ ولا شي زواج ولا فيه وفيه، ولكن الله يجيبنا في الصواب وصافي. أمين الحاج. حنا غنويو الخير والله يكمل بخير يا ربي. وتقبلتي الفكره؟ تقبلت الفكره، جاتني عاديه، ولكن قالت لي هي راه عندي لك واحد الشرط، راه ولدي ما خدامش وغندير ليه طاكسي، الا كنتي تقبلي عليا بنيتي. وهذيك عاملتني مزيان، قالت لي الا قبلتي عليا غادي نعطيك الدار للتحشانيه، ما نخويها لك غير مجرد اننا نكتبوا لاكت تعطيك الدار. كيفاش هي عندها الديور هاد السيده هادي ولا شنو؟ عندها الاملاك ديالها، عندها دار كبيره وفيها الديور، يعني فيها الدور لتحت. ممكن انك تسكني بوحدك انت والزوج ديالك؟ وتلاقيتي في هاد الفتره مع العريس؟ تلاقيت معاه مره واحده ودوينا على الزواج صافي. يعني اقتنعتي بالفكره؟ اقتنعت انا ملي قالت لي الدار، قلت ماشي مشكل، واخا عنده طاكسي ما عندوش، المهم بعدا عنده الدار ديالو. علاش هاد المساله ديال الدار هي اللي كانت كتهمك اكثر؟ يعني ما كانش كيهمك الشخص كيفاش داير هو، هاد الشخص هذا اللي غادي تعيشي معاه حياتك؟ يعني أنا ما قلبتيش تعرفي كيفاش كيفكر كيفاش داير، ولا كان كيهمك غير الدار بوحديتها؟ لا انا شفته، كنت ديجا كنسمع به. دونك عندك عليه فكره؟ يعني عندي عليه فكره، كنت ديجا كنسمع به، كان كيتلاقى مع خوتي مره واخا كانت العلاقه بقات. نعم. فاش شفته وهادي قالوا لي بان لي جون، يعني باقي غتكون عنده العقليه متفتحه، غيكون كيفهم شحال من حاجه. قلت غادي نتفاهم معاه بحكم انا عندي 22 سنه وهو عنده 28، قلت غادي نتفاهموا. من بعد صافي تزوجت به. مريم عقلتي على هاد البيجامه امتى شريتها لك؟ عاقله ميمتي عاقله، ملي نجحت في الباك وانا بقيت لاماها. سبحان الله، تقولي على البارح باقا كتجي قدك بعدا. انت معايا ان شاء الله حتى لداري، فيها البركه حيت من عند ميمتي الحنينه. ومالكي تاني يا امي؟ غتبداي تبكي؟ خايفه بنيتي نكون غصبتك على هاد الزواج، انت الراجل ما كتعرفيش، خفت وعايت كرفس عليك.
عمومتي هاد العريس اللي ما كنعرفش واللي ولا راجلي دابا انت راه كتعرفي مو مش حال هادي وانا بان ليا مازال صغير وباينه ان شاء الله غادي نتفاهموا غير كوني هاني قبلتي على الشرط اللي قالت لك دابا ما بقى رجوع عمومتي هاديك دارها وهداك ولدها الا عطاتو الدار التحتانيه راه غير باش يرتاح وباش ارتاح انا معاه امي واش غطوي معايا دابا هاد الحوايج ولا غتبقاي تخلعي فيا وانا مازال ما مشيت حتى شفت الدار ومازال ما مشيت حتى شفت فين غنسكن بوا بنيتي انا بغيت لك شي عيشه مهنيه حتى انا نشوف وليدات قدامي ويلعبوا ان شاء الله امي وانت طولي عافاك هاد الفولارات غنمشي نجيب شي جلالب عندي وقيله ونمشي شوفي كوني هانيه انا غنزيدك حتى الزيوفه اللي بغيتي حاجه اللي بغيتيها ديها الله يخلف عليك امي بنتي السلام عليكم بنتي انا غير حداكم في البيت الاخر احموني حتى انا نجمع معكم ألمتي ماشي بنتي كتفكرك غير داك النهار انتي صغير كتحبو قدامي اليوم بنتي لا تمشي لدارك الله يكمل عليك بخير دعي مع الحاج دعي معاه بنتي الله يجعلك من كل في كل ضيق طريق ان شاء الله ان شاء الله انتي بنتي راك مرضية انا قلت رأيي في الاول ولكن امك راها قالت لك كتعرفو مزيان وكتعرفها مزيان دعوا ليها غير بالخير يا يلا 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 نفرحوا لان بحال يلا 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 داك القفطان والسبنيات وداك الشيء يشري ديالك قلت له قلت له خذي كاع هذاك الشيء ديالي الا بغيتي يديه معاك انا نعطي بنتي هذه وعزيز عليا الله يخليكم لي الله يخليكم لي الحمد لله الحمد لله كنتمنى حاجه وحده لان هذا الوقت صعب كنتمنى خير يكون فيه الخير يا ربي انا راه اليوم صعاب بنت الناس هي ربيناها وكبرناها وقريناها اي والله يجيب لي هذاك ولد الناس يكون في الصواب هذا ما ان شاء الله العلاقه اللي كتكون بين المراه والرجل في البدايات ديالها كتكون في المتخيل قبل ما تكون في الواقع وهذا كيجعلنا اننا كانسان كنبنيو واحد التصور فيه طموح فيه السعاده فيه واحد المقابل ديال الحياه اللي كنا كنعيشوا فيه احلام كنا نتمنى ونحققوها والمساله متعلقه بالذكر كما متعلقه بالانثى وطبعا هاد الفكره اللي كتكون عندنا وهاد الرغبات اللي كتكون عندنا وهاد المشاعر اللي كتكون عندنا كنحاولوا اننا منين نبغيو نتزوجوا نحققوها في الشخص الاخر لكن كل هاد المعطيات كنفقدوها من مجرد ما كيولي هاد المشروع في يد واحدين اخرين وهنا كنتكلم على الزواج التقليدي عاودي لينا كيفاش داز العرس العرس داز عادي غير هي واخا انا في عرسي ما فرحتش علاش في العرس ديالي كيغنيو غير جابوا هذوك جابوا الجروب وداك الشيء كيغني غير على جداه شكون جداه جداته هو جداته هو وعلى مو المهم انا ما في العرس ديالي انا ما فرحتش نهائيا شنو يعني كان خصك يغنيو عليكم يعني دابا انا تنسولك هاد الاسئله باش نعرفوا اكثر يعني العقليه ديالنا حنا هنا في المغرب كاين بعض الاشياء اللي ربما ما كنردوش على البال ولكن كتبقى كضر الانسان دونك انت درك الحال على انهم ما غنوش عليك وما غنوش على الاسره ديالك عادي ماشي ما غنوش على الاسره ديالي غير هما ما غنوش على العروسه كاع بقاو كيغنيو غير على جداج شكون جاب الجروب هما هما اللي هما عرسنا انا وياه نعم مي هما بقاو كيغنيو غير عليه هو انت شنو قلتي مع راسك ديك الساعات قلتي هادو ما ملي داروا بحال هكا سافره ما بدا كيبان لي شي شويه بان ما بقاش بان لي داك الشيء ماشي هو هذاك ماك جايبان ال 16 كيتا زعما جالس ودير راسك ما كتسمع والو ياك اش سمعتاني خالتك وبنت خالتك واش ما باغينش يسدوا فمهم شويه راه كيضحكوا معاك يا مريم مالك ياك الضحك بحشيه الهضره واش اللي داروه في العرس اللي كملوه ليا هنا تاني غتعاودي تجبدي ليا العرس انت هاد العرس هذا اش وقع فيك واسمع خالتك اش كتقول خالتي خضره ما كتحسب كلام وخاصك تعاودي عليها شوف يا يوسف انا راه ما غننساش اش دارت فيا خالتك وعائلتك
دابا كل مره بديتي تشدي لي عائلتي ياك ها؟ شي عباد الله نهار العرس الليل كامل والكغب كيغني غير عليكم وعلى خالتك وبنتها. والعرس داز مريم ونسي عليا وانا راه ما وصيت حد. اويلي اويلي يا عباد الله، واش الكغب العراسه ما غناش عليها وانتو مع عائلتك جبدهم واحد بواحد؟ يوسف مالك مخلينا تطالع للسطح انت ومرتك؟ مالكم اشكاليك لاباس؟ لا لا والو امي، راه غير مريم. مال مريم عاوتاني مالها؟ خالتي كي كل مره تخلي الضيافه تطلعي تهز جنايلك وتطلعي تغبريو برك عيم ديك الهضره الخاويه ديالك. الا باغا تقولي شي حاجه قوليها قدامنا كاملين ولا تمشيو الضياف. يلا سيري نزلي، حشمتيني مع خالتو، سيري يتبعك البلا. وانت واش هاد مرتك ما غاتجمعش ليها رجليها؟ واسمع نقول لك، راه لا بقيتي ساكت ليها راه غتركب عليك وغترجعك كالحمار. سمعتي ولا ما سمعتيش؟ سمعتكم. يلا زيد، راه خالتك وبنتها غيمشيو، بغاو يقولوا بسلامه. زيد يخ على الدريكه. هي واحد خالته وبنت خالته مجوجه ووالده، هما اللي شويه ما كانوش فرحانين في العرس وما كانوش فرحانين حتى في الخطبه ديالي انا وياه. علاش؟ ما عرفتش علاش، ما عرفتش واش، ما عرفتش السبب، ما عرفتش علاش، ولكن انا كنظن هو الغيره، ما بغاونيش انا، ما عرفتش هذا هو السبب، كنظن الغيره. دابا حيت هذه المساله كنسمعوها بزاف في الاسر المغربيه، انت واش قال لك شي واحد هذا الشيء ولا غير ملاحظات غير شفتيهم جالسين وقلتي مع راسك راه غارو مني ولا؟ حيت بعض المرات كنشوفوا شي واحد كيدير شي حركه وتنويوها حنا في شكل اخر، الوغ كو السيد مسكين كون راه علم الله شبيها دارها راسها ولا شي حاجه وحنا تنقولوا لا راه غارت ولا لا. انا متفقه معك في هذه القضيه، انا ما قلتش شوف مالها، انا اصلا عودت لي بنت خالته وحده اخرى هضرات معك، يعني هو عنده خالته بزاف، خالته هنايا كتسكن في كازا، هي اللي هضرات معايا. الو السلام. وعليكم السلام، شكون معايا؟ انا سعيده. ما عقلتيش عليا. سعيده؟ شكون سعيده؟ سعيده بنت خالتي يوسف. كنت عارفه اللي كديري في نهار العرس تصورتي معاك اليوم. سعيده تفكرتك. غير سمحي لي اختي، راه راسي ضيق عليا شويه وصافي. ماشي مشكله. شوفي كتسلم عليك ماما الحاجه. سلمي ضروري زوينه. الله يبارك فيك، سلمي عليها بزاف بزاف. قولي لي بعدا، واش تجيب وحدك ولا معاك شي واحد؟ لا دابا غير بوحدي، كلهم خرجوا. كلهم؟ وعندي 60 باب حتى ما تسمعيش غنقول. الباب مسدود؟ اختي سعيدة شوشتيني، ياك لاباس؟ الباب مسدود اختي سعيدة، هي قولي لي راك شوشتيني شنو كاين؟ واخا ماشي مشكلة، شوفي أنا وماما باغيين نوصلو بزاف بزاف، باش تجيب الباب من خالتي الصغيرة وبنتها. اختي سعيدة اش غنقول لك، هادوك ما عرفتش مالهم معايا من نهار الاول. وشوفي انا غنقول لك، راه خالتي كنعرف واحد مزيان، راه ما كتحملكش من نهار الاول كي قلتي، المهم ربي يبان منها وما تقيش فيها، وهي مش لازم تقولي، وهي تخلى عليك بضعة، ما يخليك ما تقوليش حتى حاجة، ما تشوفيهاش معايا. كوني هانية اختي سعيدة، الله يرحم الوالدين، كوني هانية. وسلمي لي على الحاجة فاطمة بزاف، عندك تنساي. هو ماشي فيه فساد ولا شي حاجه، ولكن كيمشي كيبقى خارج، عنده الراحه ديالو في الخروج. دونك ما كيرتاحش في الدار؟ ما كيرتاحش في الدار، وانا كيقول لي ضروري تجلسي معاهم بزز منك، البيت ديالي ما كيخليونيش ندخل ليه، خاصني الا بغيت ندخل كيجي يلقاني في البيت ديالي كيغوبش عليا، كيقول لي علاش انت ما كتريحيش معاهم بزاف، يعني انا كنبغي مره هذاك الغوات ديالهم بحكم ان الوليدات مراض، وباه كيبقى غير يغوت والام ديالو كيبقاو غير يغوتوا نهار كامل. انا كان بحكم انني كنتوحم ديك الساعه، بديتي كتوحمي ديك الساعه، كنبغي بوحدي، هي ما كتخليهش يخرجني، ما كتخلينيش نطل حتى من الشرجم. حلي الباب، حلي الباب ولا غادي نهرسبو. انت باقي كتشاور معاها؟ تهرس الباب ودخل وشوف اش كدير. قلت لك حلي الباب، انا غنحسب على ثلاثة. يا ويلي ياك امي، شوفي خليني مني لها ما يفكنا حتى حد، واخا تسمعي الغوت. ضربو قيس راه حاجة تطيح لك شيرو.
بالنسبه للعنف ما بين الرجل ومراته، حقيقه ان المراه اللي كتعرض للعنف داخل البيت الزوجيه كتقدم شكايه، ولكن الاشكال اللي مطروح هو ان تلك الشكايه يا اما يجب اثباتها بشهاده طبيه، ولكن في بعض الحالات تكون الشهاده الطبيه غير كافيه لاثبات، خص يكون عندك شاهد. ولكن كيف لنا ان نتصور على ان غادي يكون شاهد داخل البيت الزوجي اللي كيشوف الراجل كيضرب مراته حتى تستطيع هذه السيده التقدم بشكايه وتطلب حقها من القضاء؟ لان حتى المحكمه حسب السلطه التقديريه غادي تطلب منك باش عرفنا هذا الرجل هو اللي ضربك، وبان حتى الرجل غادي يقدر يجي امام المحكمه وغتكون من بين الوسائل اللي غيدافع على راسه ماشي انه يضربها. بمعنى كاين واحد الحلقه مفرغه هنايا في هذه العمليه ديال اثبات الضرار او اثبات العنف داخل البيت الزوجيه. ولكن بطبيعه الحال هنا ولات وسائل الاتصال الاجتماعي والتطور التكنولوجي ولات كتلعب دور مهم في الحد من هذا العنف، باعتبار على ان المراه تقدر تسجل الراجل تيضربها ولا تسجيل يعني صوتي ولا تسجيل مرئي، بمعنى ان هذه العمليه هذه حدت من العنف داخل البيت الزوجيه. ولكن غالبا ان القضاء تياخذ بالشواهد الطبيه، لان ملي كتجي المراه كدير شكايه بالزوج ديالها على انه تمت انها تعرضت للعنف داخل البيت الزوجيه، وها ما يفيدها شهاده طبيه وكدير صور فوتوغرافيه للاماكن اللي تعرضت فيها للعنف، هنا بطبيعه الحال المحكمه كتحمل، المحكمه كتستدعي الزوج وكتصنت ليه وكتكون متابعه. صافي بدا كيبان لي الوجه الاخر ديالو. انا في الوحم ديالك فين بديتي كتشوفي داك في الوحم ديالي انا يا بديت شوي انا كنت كنتوحم عليها. هو في الاول ما كنبغيش يقرب مني وهذا، ولكن الوحم الاكثريه ديال الوحم عليها هي ما كنتش كنتقبلها. اش بغيتي عندنا؟ واش في اخبارك؟ ما مريضه اشنو بغات فيك ساعه؟ حتى انا مريضه يوسف وكنت وحم وحمي جاني على امك ما بغاش نشوفها. بديتي وحمك بيا كملتي امي وقيلا ما غتولدي حتى توحمي على العائله كامله وتخاصميني معاهم. تا قول لي منين تسلطي عليا؟ منين يوسف؟ ما تقربش ليا، راه هادشي اللي في كرشي غادي يطيح. ويطيح فوق كاع يطيح، اش بيوقع؟ نيت نفارو هاد الحريره كامله. يوسف راه ماشي بخاطري، خالتي عزيزه عليا، ولكن الوحم هو السبب. دابا باغي ديري السبب الوحم؟ ها انا غادي نوريك الليله ما غيفكني معاك حتى حد. سمعتي؟ واش سمعتيني ولا لا؟ واش كتسمعيني ولا لا؟ سمعي وطيحي وليدي وطيحي وطيحي صافي دابا تجيب سمي شعري. يلا نوضي خرجي من البيت. والله ولقاك هاد الخطره معزوله يا تيكون هذاك هو النار الاخر في عمرك. سمعتي؟ يلا تهزي. شنو بغيتيني ندير يا يوسف؟ اشنو بغيتيني ندير؟ واش نخنق راسي وسطكم عاد باش ترتاح؟ اه الصداع في السماء وفي الارض. فين هي الدار اللي وعداتك بها؟ اه فين هي الدار اللي وعدتنا بها النهار الاول؟ سكتي غتسمعك انا مسخوطه. سكتي خليها تسمع. سكتي سمعني تحت سمع خليها تسمع. سكتي واش قلت شي كلمه ديال العيب؟ اه ياك انت ولدها. انا راني طلع ليا الزعاف يا يوسف، طلع ليا الزعاف من هاد العيشه ديال الويل. يلا خرجي من بعد وغنكملوا هذا. يلا تكاي يلا. طبعا نحن نعرف في المجتمع المغربي كذلك الفتره ديال الحمل كتمر بما نسميه في المفهوم المغربي الوحام. طبعا هذا المعنى ماذا نقصد به علميا؟ وانها كتقع تغييرات فيزيولوجيه ونفسيه على المراه الحامل، وبالتالي الى ما كانش فهم لهذه التغييرات لا من طرفها هي ولا من طرف المحيط اللي كيعيش معها، فكيولي تاويلات اللي قد ربما تصل الى الاساءه الى المراه الحامل. فهنا مجموعه من المفاهيم خاصها تدخل، وهو انه خاصها الراحه النفسيه، خصنا نفهموا بان التغييرات اللي كتوقع عليها في جسدها وفي نفسيتها كتحتاج واحد النوع من الفهم ونوع من التوافق لهذه الحاله الجديده اللي هي غتمر بعد 9 أشهر. لكن مع الاسف في الحاله ديال السيده اللي معنا اليوم هذه الامور كلها غابت، بل اكثر من هذا زادت من المشكل تعقيد اكبر وهو عدم فهم هذه المساله. انا بديت كنتوحم، بديت كنتخنق، كنبغي نطلع عندهم هما السطح، واخا كاين السطح كاين البيوت في السطح. كان عندهم سطح البيوت للناس؟ للناس. كنبغي نطلع لسطح واحد اخر، كتصيفط لي الدراري كتبعوني. شكون الدراري؟ الولاد؟ الولاد اللي ولاد خوه. وعلاش كيتبعوك؟ كيشبعوني، كتقول لهم حقاش كانت واحد البنت في من هذوك الكرايه، كانت واحد المراه عندها بنت، وديك البنت قدي فادي بحال ما كتبغينيش نهضر معاهم. يعني كتصيفط لك الوليدات حدا؟ كتصيفطهم ليا حدايا وني.
انا ما كنتش كنت كنبغي نبقى بوحدي وكان كيجيني بالبكاء، كنبغي نبقى بوحدي ونبقى غير نبكي في الوحم ديالي. ديك ساعات الهرمونات ديالك وهذا ما كنتيش في حالتك الطبيعيه. صافي هادشي اللي كاين، بديت كنتوقف صافي الوحم بدا، المشاكل ديالي بداو من الوحم. من بعد الوحم الزوج ديالك شنو كان، كيفاش كان كيتصرف مع هاد المشاكل هذه؟ هو ما كيعرفش يتصرف نهائيا مع المراه، ما كانش كيتصرف معايا نهائيا بشي طريقه. في الاول كان كيتصرف معايا مزيان، مي في الاخر بدا فاش بديت كنتوحم وهادي كان كيضربني. كان كيضرب. الزوج ديالك عنده شي بليا؟ عنده بليا كيكمل كيف، وعنده بلياج اخرين كيكمل شي حاجه اخرى ما كثر من الكيف. يعني كياخذ مخدرات. اه امو عارفه هاد الشيء ومع ذلك زوجاتني ليه. واش تك غادي نيشان؟ ما بالك تحت في الدار غادي مدرم عندها. لا لا امي ما درتش لك بالعالم. وهذا الشيء شنو؟ هاي 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 تبارك الله تبارك الله البنات. شنو هاي 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 قفطان جديد؟ وانتي امك وعمرك شتي ليا شي شرويطه وكلشي ديالك امي اللي عجبتك خديها. ولا انا غنخليه ليها. وهاد البنان ما غديش البيت، ملي غتحطوا الغدا غتحطوا ناكلوه كاملين. واخا امي اللي قلتها هي اللي كاينه. وهذيك مريم فين الشاحه حسه ما كاينش؟ مريم لا مريم باقي قاد عليها شي حد مالها؟ هي راه غتفيق تم غدا تجري عند ما تخدوش اللي كرينا ليها في السطح. والطل شاده بينا النميمه. هنا باقا تسمع ليا ولا تسمع لهضرتي وزايدها ليا بسبت الوحم. قلت لك جمع ليها الرجلين دصرتيها واخوت. هادي راه ما غاتشد الارض حتى نرسل هذاك التلقوش، عاد غترتاح. ويلي ويلي نوض هرسوا ليها دابا نيت راه في السطح. دابا نيت يلا منك ليها الله يعطيها الغرق. هي 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 يلا بدا كيضربك قلتي؟ اه. وانت حامله؟ انا حامله وتا ملي كبرات كرشي بقى كيضربني. واحد الخطره ضربني غير على قبل، قلت ليه غنمشي في العيد الكبير لدارنا، قلت ليه شري لي جلابه نمشي بها. قال لي علاش بغيتيها؟ قال لي واخا. قلت لي بغيت نلبسها نمشي بها لدارنا مع اول مشي غنمشي. كنتي ديك الساعه اول مره اول مره غنمشي. قال لي علاش بغيتي؟ قلت لي بغيت نمشي نشوف دارنا وهادي خذ لي جلابه. قال لي واخا. ملي مشى دازت يومين قلت لي يلا نمشيو باش ناخذوها. صافي تقلب قال لي ما عنديش. قلت لي صافي الا ما عندك صافي. قلت لي ولكن انا بغيت نمشي لدارنا. قال لي انتي ضروري جلابه، الا ما كانت جلابه ما تمشيش لداركم. قلت لي بغيت قلت لي المهم كيف بالجلابه كيف بالجلابه. هو تزيدنا في الهضره. تعب شويه على كبنيتي. الله مالك بنيتي جايه سخمانه عاب شويه ومتقله؟ فين هو راجلك؟ وصل لي حدا الباب ومشى. ومالك بنيتي ضعفيتي وصفاريتي مالكي وليتي في هاد الحاله؟ ما حنا مهمتي ما حنا العجب اللي شفته من صاحبتك عمرني نشوف بحالو. هادشي كله خرج من هذيك الصالحه، نسات العشره ونسات الايام ونسات كل شيء. هذا هو كمي ما يديرش فيك هاد الحاله اللي دارت فيا. لقاي لي الحل امي لقاي لي الحل. ما كرهتش لك بنيتي، اش من حل من بعد هاد الكرش؟ حرت امي حرت وحلاوه ما كانتش في البال. قولي لي عطاتكم الدار اللي قالت لك غتعطيكم؟ اش من دار اش من دار؟ آه قالت لك هذيك الهضره باش تزوجيتي لولدها عيشي مقاش لها في دار صغيره حتى حاجه ما كديرها في راحتي. وراجلك اش يقول؟ راجلي ولد امو هي مسكينه وهي تعطيه المصروف اش غيدير ليا؟ هو امو عليا داكشي اللي كنت خايفه منو طحت فيه. الله ياخذ فيهم الحق امي انا دعيتهم الله. صافي شوفي انا غنمشي وندوي معاها هادشي بزاف. لا امي لا تدوي معاها بغيت عاد تزيد تجعر عليا. اجي شوفي انا غنمشي معاهم دقه دقه. امي انا خايفه من السبيطار وتيلات ما مقبلش. انتي دوي معاهم على قبل الكلينيكا غتولدي بالعمليه. خايفه امي خايفه خايفه خايفه. نهار ثلاث ايام ذبح الدجاجه هو
كيذبحوه مع عادتهم. السبوع حنا ما حضرناش ليه، مشى عند خالته كيسيدي مومن. السبوع ديال بنتك؟ السبوع ديال بنتي. وعلاش ما حضرتيش ليه؟ حيتاش انا كنت مريضه، كنت فاتحه وباه كان فاتح على عينه، وباه ما حضرش، مو ما حضراتش، انا وماما حنا مقابلاني ومو مقابله باه، وهو مشى دار السبوع عند خالته. باسكو مع السبوع ما كاينه لا مو لا باه لا الام ديالك لا انتي، حتى واحد ما كاين. دار السبوع عند خالته. شكون خالته فيهم اللي حكيتي لنا عليها في الاول؟ لا هذه خالته وحده اخرى، ماشي هذه. ما عندهم بزاف، عنده هو خالته بزاف وحده. انا في خالته اللي كتبغيني هي وبنتها اللي قلت لك عليهم، هي اللي دار عندها سبوع؟ لا وحده اخرى. وحده اخرى هي اللي دار عندها. وكيفاش مع من دار سبوع؟ عرض على صحابه وطيبات لي خالته، دار سبوع مع خالته تما كاينه. تاش اللي قالوها ليه خالته هي اللي كاينه. صافي من بعد انا بقيت في الدار، بقيت انا مريضه، كنت مريضه عيانه شويه. كتجيب لي واحد خالته اللي قلت لك ما كانوش فرحانين في العرس وفي الخطبه، كتجيب لي رفيسه. مريم ها مريم، زيدي بنيتي زيدي. خالتي زيدي. ياك ما كاين باس. والو باس، غير طبسيل ديال رفيسه. شكون اللي جابو؟ جابو الجوال، جابتو خالتي يوسف. وقولي بسم الله. بسم الله هو يجيها الخير. شتي مساكن، شتي نيتهم منك، وانتي كنتي ديما هزة شوكتهم عليهم. ها انتي تبارك الله جابوا لك طبسيل ديال رفيسة على حقه وطريقه وبليدات الحمام. ايوا صافي خالتي، خليه هنا تيجي يوسف وناكلوها انا وياه. يوسف راه جا عاد دخل. يوسف ها يوسف، زيد زيد يا ماما، زيد عاون مرتك في هذا الخير. ياك تبارك الله، كتكوت انا ساس. يلا لقيتي اربعه ساس. يلا وخلي الكتكوت انا ساس وزيد تاكل الرفيسه محدات خونا. وعاد جابتها بنت خالتك. ياك ايه. وشدي معنا امك. اه بصحتك اوليدي بصحتك. ياك بصحتك. بسم الله بسم الله اللهم لك الشفاء ان شاء الله. ريحتها زوينه تبارك الله. كتشهي ويلا دير دير يدك امي. لا لا غا كولو كولو. ديري ويلا زينه. كولي يا بنيتي كولي كولي مزيان، راه كاين فيسه جديده. هكاك يا بنيتي كولي. اكون ها درتي معنا يدك امي. لا انا راه طالعه ليا في راسي. سبقتينا واقيلا. خذي الفخيل خذ. وخذ خذ انت. كولي 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 انت خاصك تقوتي. من ريحتها تبارك الله عرفتها زوينه. الله يعطيها الصحه اللي طيباتها. بعض المعطيات التي قد تزيد من ما نسميه نحن قوه المشكل وضخامه المشكل، وهو كيف ان الام ام الزوج سوف تتصرف مع هذه الزوجه باعتبارات ربما ديال الثقافه السائده في المجتمع المغربي اللي كنسميوها ثقافه الشعوذه ان صح هذا التسميه. سوف تلجا الى ما نسميه التوكال او الاشياء اللي كنسميوها احنا وضع السموم في الغداء ديال هذه السيده. كل هذا لماذا؟ لانها تريد ان تجعل من هذه الزوجه لا شخصيه لها لا قرار لها، وان تعيش بالصوره التي تريدها هي كحمد وكتريدها هي كام لزوجها لابنها. هذه الامور كلها سوف تفضي بالطبع الى تشتت هذه العلاقه، وسوف يترجم هذا العنف اللي هو عنف نفسي، اللي هو عنف ثقافي، اللي هو عنف مبني على الجهل والاميه ومبني على الشعوذه، الى عنف جسدي حقيقي. هاد خالته اللي قلت لك كتبغيني عيطات لي في التليفون. قالت لي الو واحد رفيسه جايبها لك بنت خاله راجلك فلانه ما تاكليهاش. قلت ليها علاش؟ قلت لها راه تغديت وكليتها انا وشربت من موراها اجي. قلت لي قلت لك ما تاكليهاش. قلت ليها علاش قولي لي شنو كاين؟ قالت لي غير ما تاكليهاش وصافي راه واعر عليك داك الشيء سخون وانت فاتحه. قلت لها خالتي قولي لي شنو كاين؟ قالت لي راه داروا لك راس كاوها لك رطبوا 13 جدول سحور يعني سحر، رطبوهم في الماء وسقاو لي بيهم رفيسه. ديك الساعه هو ما بقاش كيحملني، انا ما بقيتش كنحملو. من تماك بدا السحر، بداو المشاكل ديال السحر. مالك واش تبقى حاضنة؟ انا خليني نتبع الفيلم. واد الفيلم هذا راه طلع ليا في الراس وفي ما نجي نلقى كثيره وبزاف. شوفه سير حدا امك، سير حدا امك وتفرج معاها. عاودي عاودي اش قلتي؟ راك لك لحمك بغيتي نعكس
حتى انا هاد الفيلم والله لا تفرجتي فيه وهاد التلفازه كاع غنطفيوها حنا كاع. يلاه تراتي لكم وشتي تاني هاد الفيلم والله حتى نتفرج فيه. والله لا تفرجتي فيه. سمعتي اقول لي شكون ما بقيتيش حامله فيه الشهر؟ ما فهمتش انا اخويا. انت اللي وليتي كتقلب غير على السبه منين دوز ليا ياك. اييه ياك. اه شي اليوم غنعطي احسن سلخه حياتك كامله غتفكريها. يوسف سمعتي بعد مني. انا غنقول راني مريضه. دارت لي سحر التفريق بيني وبينه من ديك الساعه كنا كنتخاصموا كنتصالحوا درت لي التفريق ما بقيتش نهائيا انا وياك كنهضروا. انت كتامني بهاد الحوايج هادي؟ يعني بالنسبه لك الا داروا لك هاد سحر التفريق راه فعلا غتفارقوا؟ انا بحكم انا ما كنامنش بهذا الشيء في الاول. ما كنتش كنامن بهذا الشيء انا كنامن بالله. ما كنصدقش هاد الشيء ولكن ملي كتعيط لي خالته كتقول لي راه هزولك وانا فعلا كنقلب حوايجي كنلقى داك الشيء اللي قالت لي هو اللي ناقصني وفعلا هو ادالي المسائل الشخصيه ديالي انا وياه وعطاهم لامو بيدو. هو انا كنت كنشوفه كانت كتنوض مره كتدير لي تفوصيخه وداك الشيء وانا ما كانتش كتقول لي اجي ما والو كتقول لي راه غير على العين. هما مدخلين هاد الشيء ريوسهم. انا في هذيك الساعه هما فاش كانوا كيديروا داك الشيء انا ما كنتش كنامن به نهائيا. دابا نرجع لهاد المساله انت هاد القضيه هادي قلت لي سحر التفريق دارته لك انت ولا راجلك اللي هو ولدها؟ يعني هاد السيده بغات تاديك ولكن ملي كتقولي لك انت ولدها وخذات حوايجو حتى هو راه بغات تادي حتى ولدها. يعني ماشي اداتك غير انت بوحدك راه حتى ولدها حتى هو غادي يتصاب بالاذى. ما قلتيش انت هادشي مع راسك؟ يعني ملي كتقولي سحر التفريق هاد المراه هادي اللي ولدها كبدتها وتدير له هاد المسائل هادي راه بغات تاديه حتى هو كدير ليه باش ما يبقاش يشوف فيا انا. هو ماشي غادي يأديه هو راه ما عمرها غتقدرش تأديه ولكن هي ما عرفتش بان راه اداته حتى هو مادام خربت لي البيت ديالو وشتات ليه الشمل ديالو وخلات بنته تعيش مفرقه عليه راه اذا اداته حتى هو. هي هاد المسائل هذه فعلا كنسمعوا بها بزاف ما بين الخيال والواقع. يعني صراحه ماشي الدور ديالنا حنا اننا نحكموا على هاد الاشياء هذه ولكن هو طرح مشاهدينا الواقع مغربي تنسمعوا به بزاف يعني خاصه في بعض الاوساط الاسريه. ولكن غير بغيت ناكد على واحد النقطه. انت واش من هاد الفتره هذه ملي بديتي يعني الخاله ديالو تتقول لك راه داروا ليك وداروا لك ما حاولتيش مع راسك يعني تعالجي المشكل بشكل اخر بينك وبين راجلك ولا كل شيء ربطتيه بالسحر والشعوذه؟ يعني اون فوا دخلتيها لراسك بالنسبه لك ما كاين حتى شي مشكل ما يمكنش شي حاجه اخرى تفرق بينك وبين راجلك من غير السحر والشعوذه؟ اه يعني ما حاولتيش انت تعالجي المشكل بشكل اخر تقربي من الزوج ديالك تهضري معاه؟ حاولت يعني تعلاي فوق هذه المسائل هذه كامله وتعالجي المشكل بشكل واحد اخر ولا صافي دخلتيها في دماغك؟ لا حاولت بزاف. كنهضر معاه كنقول ليه كندير القران في التلفازه كنبقى نقرا سوره البقره والو يعني صافي هو ما بقاش كيشوف فيا. يا انت نقصي علينا شويه راه الجيران ولا سمعوا معانا؟ ودوينا معاك نقصي شويه. مالي انا اش دايره؟ كنسمع القران هما اللي كيتقرا القران كيغبروا الشياطين. اش من شياطين؟ راه غير حنا اللي معاك في هاد الدار. وانا غادي تكعدي تبارك تردي في الهضره. انا سيدي شي حاجه كدار في هاد الدار ومن مورا ظهري اشنو باغا تقولي زعما؟ حنا كنسحروا هنا؟ انا ما قلتش هاد الهضره. ايوا شنو كيدار مورا الظهر؟ ما كيدار غير السحور. انت اللي عارفه خالتي انا ما قلت والو. ايوا سمعتي على ودنك وليدي اخر ايامي رجعت من السحاره. ايوا سمعي نقول لك الا ما كنتيش مرتاحه هنا طرقي عليا كمالتك. ياك خالتي من اليوم كتجري عليا؟ ما تقوليش ليا خالتي من اليوم ما تعرفيني ما نعرفك. وانت يا يوسف اش كتقول في هاد الهضره؟ متفق مع الهضره ديال امك؟ كيف سمعتي داكشي اللي قالت لك امي هو اللي كاين وسيري قلبي على راحتك فين كاينه. حنا راه عائله سحاره وما نصلحوش ليك. والله الا ياك سيدي واخا هي اللي ما تعاودش. يلا الماشطابه مي هي باقا صغيره يلا دارت 15 يوم. ايه هي باقا صغيره بنتك بقات فيك امك لي ولداتك ورباتك ما بقاتش فيك وانت كتسمع على ودنك. وشنو معمول دابا؟ نخلوها تمشي لدارهم ونفرتكو الشمل؟ الا بغات تبقى سد عليا داك الطبقش الخامس ديالها. وإلا ما سداتوش نهرسو لوالديها مالك؟ يلا سير تفهمها. يلا مزيان تبارك الله ياك السحار هانتوما اللي تسحروا دخلتوا داك الدري ما يدوي ما يتكلم.
لدرجه انني صافي بغيت نمشي لدارنا، ما بقاش كينعس في بيته، ما بقاش صافي المعامله الزوجيه، ما بقاتش شي حاجه بيناتنا اللي سميتها الزواج. صافي انا مريضه نافسه، مريضه ناعسه، وهو خارج فاش كيجي كيمشي ينعس في الصالون حدا امه. اش من حياه؟ ما بقات حتى شي حياه. من بعد شنو وقع؟ منين ما بقاتش يعني استحالت العيشه بيناتكم؟ شنو درتي؟ صافي من بعد مشيت لدارنا انا. نسيتي بنتي؟ مشيت لدارنا. شحال كان في عمرها هذيك الساعه؟ قبل ما نمشي لدارنا كان في عمرها 15 يوم. هادشي في ال 15 يوم الاولى من بعد الولاده. ولكن قبل ما نمشي كانوا الناس ملي سمعوا سمعوني انا ولدت، وهما كانوا صحابات ماما وصحاباتها هي، حيتاش هما هي اصلا نفس الاصدقاء. نفس الاصدقاء. كانت واحد السيده صاحبه ماما خالتي وخالتي كيجيبوا لي الماكله، يعني اي نفيسه راه كاين الناس كيجيبوا ليها. هذه العوايد ديالنا. كيجيبوا لي الماكله ما كيتقبلوهاش هما، علاش يجيبوا ليك؟ راجلي امه واخوه، خوه اللي صغر منه، ما تقبلوش هذه القضيه نهائيا ديال انني انا يجيبوا لي الناس، وهي راه عاديه هذه القضيه ما فيها حتى شي حاجه. شتي وليدي الشوهه اللي بنينا فيها؟ واش هادشي عجبك؟ والواليده والواليده وانت تشوهني في الدرب هذا؟ انت اش واقع؟ راني عاد قلتها لخوك، خوك راه ما بغاش يسمع ليا، راه ما عرفتش مالو، ما عرفتش دايره ليه. واخويا وانت راه ولاو كينعتو فينا بدار الجوع اصاحبي. غاسكت الدرب كامل، خلي طيب شي حاجه يتم جاي قاص الداري. هاكو عطيو للدريه راها حامله، هاكو عطيو للدريه راها ولدت، هاكو عطيو للدريه راها كتوحم، هاكو عطيو للدريه راها نافسه بزاف هادشي. شوف 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 فدو عليا هاد الحريره اليوم، انا غادي نمشي نجيب شي جنويه نشرب منها. اجي اجي هنا اجي. شتي انت واش غتبقى ساكت ليا هنا؟ واش تطيح ليا شي روح؟ صافي كون قاتك مريم. حلي حلي بابا مريم، حلي حلي بابا مريم، قلت لك حلي الباب، سمعيني حلي الباب، حلي الباب. دونك جلستي مع والديك، هما اللي تكلفوا لك بالبنيه؟ هما تكلفوا لي بالبنيه، الحليب، لي كوش، كل شيء. داك الشيء. انت ديك الساعه ترتاحيتي شويه؟ رجعتي شويه؟ ارتاحيت شويه، المهم رجع لي المورال ديالي، ما بقيتش. وهاد الفتره هادي ما يعني ما عمره ما اتصل بك هو؟ ما بغى يعاود يرجعك للدار؟ كان كيتصل بيا كيتصل بيا كيقول كيهضر في التليفون كيسمع الدريه بنيميرو بريفي، كيسمع الدريه كتلعب حدايا وهادي. كيبقى واحد الخطره بقى كيبكي وكيقول الو بنيتي بنيتي الو بنيتي، بحال هكا. هو كانت عزيزه عليه بنته بزاف. صافي حتى كنتفاجئ من بعد ما عيط ليا وقال هكا هادشي، كنتفاجئ من مرة 20 يوم بالدعوه الطلاق. صافي جاتني بحال المفاجاه. ما كنتيش ناويه غادي؟ لا ما كنتش ناويه، كنت ناويه هي ما غاديش تشتت الشمل ديال ولدها، وغادي تخلينا مجموعين وغادي تعطي لولدها الدار، هادشي انا اللي كنت ناويه غادي دير. ولكن هي ما بغاتش، وزادوا فيها دوك اختها وبنت اختها. يعني كل شيء كيتدخل في حياتكم؟ كل شيء كيتدخل، خالاته كلهم كتعاود لي ديك خالته الاخرى، وحيتاش بقيت معها على تواصل كلهم قالت لي كل شيء واقف، كل شيء كيقولوا لي لا 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 ما ترجعيش ما ترجعيش ما ترجعيش. على سلامتك بنيتي وعلى سلامت البنيه. صافي مهمتي الجهد تقاضى. وعاد تنفسي بنيتي تنفسي، الحمد لله على كل حال الحمد لله. عمي ما بقات هضره مع ديك العائله، ما بقيتش باغا نشوفها. شوفي الحمد لله انا عاملي رجعتي ليا بصحيحتك، هذيك هي الدنيا وما فيها. امي كون زدت معاهم نهار واحد كون وليت بحال المسطيه وغاده وكلو حوايجي في الزنقه. انا بعداك هذيك الصالحه صدمت فيها، غفلتني يا بنيتي والله الا غفلتني. كما كانت بنت خالته الحاجه فاطمه، علم الله فين غنكون انا دابا. ياك ما داروا ثاني شي حاجه من غير رفيسه. امي راه داكشي كله اللي كانوا كيقولوا لي كنت كنلقاه بصح، حوايجي وكلشي كلشي ما كنتش كنلقاه. ويلي حل. اياه امي ونزيدك، اغراضي الخاصه كلها اللي بيني وبين يوسف هو اللي كان كيديها ليهم وبيديه، علم الله اش داروا فيه. دا ليهم ان شاء الله، الله هو اللي غياخذ لك الحق ان شاء الله. امي دعيتهم الله. انا في البيت الاخر وكنسمع فيكم. ها دار ليهم الا جيتي تشوفي ما قديتش نقولها، شكون اللي خصو يدار لي بالمعقول؟ وقولي لي واش الحاجه انا كرهت؟
عابنية وحدة عدي كون صحابهم غيديروا لها بحال غلو حتى هلوكة. داك النهار اش نقول لك؟ واش كتعرفيها؟ واش حقيتيها؟ 10 سنين ولكن شحال هادي مابقينا شفناها. هو داكشي اللي كنعرف عليها قلت لك، كانت المرا درويشة الله يعمرها دار، قلت غتاخذ بنتي غادي تهلا فيها. تبارك الله بنت الدرويشة. ها هي شوفي البنت كي ولات. داك النهار في الكلينيك حسيت بان كاين شي حاجه هي هذيك، وانت شاده فيا وتقرشي فيا. سكت علاش غنسكت دابا؟ باقي شي حاجه كتسكت دابا؟ اش غدير؟ اللي وقع وقع الحاج. هاد الدريه قالت لك ما تلاتش باغا من قبيله، هي معايا في البيت وكتعاود ليا كل شي بان. ها واش تصحبي داك الزواج ديال النيه اللي كان زمان، دابا كل شي تغير. ها عطيناها بنت كنواره كتفيفيحه كيرجعها مدبالة دمعة في عينيها. ماشي معقول نكبرو ونربيو ونعطيو زعما راه ولاد الناس، ومن بعد اش غادي نقول دعيتهم الله ياخذ فيهم الحق في هاد النار. هادشي كنتي تعرفيه دار الاول واني ما كيناس. هادي كل حل صافي يا بنتي الله يرضي عليك، راك قطعتي لي القلب ديالي، راك طرف مني. شوفي يا بنتي الله يرضي عليك، صبري يا بنتي. هادشي اللي كتب. انتي والدي كيفاش خداو هاد المساله هادي ديال الدواء ديال الطلاق؟ شنو كان رد الفعل ديالهم منين وصلاتك؟ صافي قالوا لي صافي ما فيش الخير، صافي مزيان ملي مزيان ملي خرجتي سالمه من عندهم، ما وقعت لك حتى شي حاجه، يعني ما هذاك السحر وداك الشيء اللي داروا لك مزيان ملي ما وقعتش لك شي حاجه خطيره. وشنو درتوا ديك الساعات؟ بدات الجلسات في المحكمه؟ بداو الجلسات في المحكمه، دازت شهرين الجلسه الاولى ديال الصلح. بقى ما شافني المره الاولى هما مع كيزيدوا لي داك الشيء، انا بحكم داك الهضره اللي كيقولوا لي خالته. انت كتاخذي ديك الهضره تيقولوا لك ناخذها بحيتاش هذيك خالته مستحيل انها تكذب عليا ومتدينه، وهي ما كتامنش على فكره، ما كتامنش هي بداك الشيء اللي كيديروه هما. صافي مشينا الجلسه الاولى، الجلسه الثانيه ديال الصلح ما كاين. هاد خالتك هادي نيت اللي كتحكي لك هادشي، ما حاولتش خالته هو بلوتو ما حاولتش الصالح بيناتكم؟ لان نورمال ما خصهاش توصل لك، لا كتهضر معاه ترجع له عقله، ترجع العائله عقلها لك تنتي، لان ديك الساعات غتكوني تنتي غتعصبي على شي حوايج اللي ما هذا، يعني تحاول تصالح بيناتكم؟ ما حاولت دخل هضرات مع امو، هو قال ليها انا باغيها وباغي بنتي، ولكن ماما قال لها ما بغاتش ما قبلتش. انت الزوج ديالك كنتي باغيه؟ يعني هو كشخص، هو كشخص ما تهضريش على الدار ولا على شي حاجه، هو كشخص يعني كنتي بغيتي تكملي حياتك معاه ولا هو كشخص؟ كنت انا وياه في نفس الدار، غير انا وياه ما كنتش مع عمري غنلقى معاه شي مشكل، كنت غير انا وياه. وخا العنف؟ العنف كان ديما كان كيجيب بشي اسباب اللي داخله فيها امه، مع عمر العنف كنت غنعيشو انا وياه ولا غنعيش انا وياه شي حاجه، السحر وهادشي كله كنت انا وياه ما كناش غنوصلوا لهادشي. دونك بداو الجلسات، جلسات الصلح قلتي ليا، وشنو وقع من بعد؟ طلقتو؟ طلقنا من بعد. كان هو في الجلسات الصلح كان كيجي، ما كانش في الاول كيجي يقرب من البنت، ما كانش كيشري لها، هو الاخر ما كانش كيشري لها. صافي من بعد طلقنا، انا نيت شفت داك الشيء، شفتها هي مصممه، هي امو اللي كتجي معاه وجايه معاه المره الاولى، مو خالاته كاملين، هو بوحدو اللي راجل وسط منهم، لدرجه انا المحامي ديالي قال لي هذا ديري عليه كرو، هذا راه ما منوش، راه باقي راه ما في يد والو، حيت امو انا معوده المحامي ديالي كلشي، امو زوجاته هو ما عندوش فلوس، ما كانش خدام، امو زوجاته باعت ذهبها وزوجاته، وفاش بغات تطلق ليه ثاني باعت ذهبها وطلقات ليه. يعني هي اللي في يدها كل شيء، هي عندها الذهب وهادي كتباها بي، كتقول لهم انا نطلق نبيع جوج دبالوج ونطلقها، بعد جوج دبالوج وجوجات وبعد جوج دبالوج وطلقات. ابنيتي مريم قولي عيط لك راجلك؟
لا امي ما عيطش ليا، نهار خرجت باي العربو مو خالاتو كانوا كيتسناو غير في هاد الفرصه يمشي تجي. شوفي بنيتي اللي جا خليها الديور يجيو من خلال دارهم. اش غنقول لك امي، دعيتهم الله سيدي ربي هو اللي غياخد فيهم الحق. واش درتي في الجلسه الاولى؟ حالته تشفي العدو يا امي، جا وسطهم حتى من بنته ما قدرش يجي يشوفها. واش دار هو؟ اش غيدير؟ شوفي بنيتي مسكينه عاد جي للدار وتهنا الناس مسكينه راه كتلقى راحتها هنا، فين غتلقى راحتها تما في داك الزازه والصداع والمشاكل. بنتي بغيت نسولك، ما يكونوش باغيين يجيو يشوفوا شي دريه اخرى؟ قالوا لنا الزمان امي اللي داتو القرعه ديهم ولات السوالف. عندك الحق، قالوا الناس اللي ولكن المخزن كاين يا بنتي ما تخافيش. عندك الحق. هاد السيدة طلقها زوجها، لها أبناء، الحكم اللي صدر هو أن المحكمة أعطتها الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق بما في ذلك المتعة والعدة والحضانة والنفقة ديال الأبناء. دونك هي ما يجب عليها أن تقوم به هو أنها كتأخذ نسخة الحكم وكتبلغها المدعى عليه وكتنفذ، وعندها الحق تبقى القواعد القانون المدونة أن مدونة ديال الأحوال الشخصية أنها عند نهاية كل سنة أنها تقدم بطلب من أجل الزيادة في النفقة والزيادة في هذيك الواجبات المترتبة على الطلاق. تطلب من المحكمة الزيادة في النفقة، غير النفقة في النفقة ديالها والحضانة، تطلب الزيادة، وذلك بعدما تبين المحكمة على أنه كاين هناك واحد التغيير في المستوى المعيشي ديالها مع وليداتها، انها الدراري تقرا وكتخلص على المدرسه، الكسوه، العيد، مجموعه ديال المسائل اللي المصاريف تزادت، دونك كتلجا للمحكمه وكدير واحد الطلب باش تطلب من المحكمه انها تزيدها في هذيك النفقه. اولا كتقدم بها داخل الاجل، يعني بعد مرور سنه بعد كل زياده، بعد ما كدوز السنه عندها الحق تقدم طلب باش المحكمه تزيدها في هذيك الواجبات. علاش؟ لان المعيشه كتغلى بطبيعه الحال، والمحكمه عندها السلطه التقديريه كتشوف واش فعلا ان خصها تزيدها او لا تخلي الحكم تخلي النفقه اللي معطاها هي هذه. شنو دابا يعني اللي خلاك تجي عندنا اليوم تحكي لنا هذا الشيء؟ انا بغيت نحكي لكم هذا الشيء باش شي بنتي اللي بغات تزوج وشرطت عليها الام ولا ناس دراجلها، لا شرطوا عليها ان غيعطيوها دار ولا يعني غادي تعطي لولدها كما قلتي لي غتعطي لولدها دار وغادي هذه ما داكشي كلشي يديروه رسمي مكتوب. يعني ما تسرعش، يعني الانسان ما يتسرعش في الزواج ديالو. طبعا بالطبع بشكل منطقي وبشكل انساني كلنا لنا حدود في التعامل وفي تقبل بعض الضغوطات. اللي كيوصل لمساله العنف الجسدي، اللي كيوصل للاهانه، ملي كيوصل الانسان انه كيفقد الاحلام ديالو، كيفقد كرامته، ما يمكنش يبقى كيستحمل كل هذه الامور لا لصالحها هي ولا لصالح الطفله اللي جاءت للحياه. ثم سوف ياتي عنصر ثالث، اين سوف تكبر هذه الفتاه الجديده؟ وبالتالي هل سوف نكرس لها نفس ما عاشته الام؟ طبعا كان الطلاق هو الملد، وان كان كما نقول خف الضررين لكنه يبقى ايضا ضرر. هاد الحكاية مشاهدينا تتخلينا نعيد النظر في واحد المجموعة ديال الأمور اللي كاينة في المجتمع ديالنا. كذلك أي واحد فينا كيقوم بزيارة للمحاكم غادي يلقاها تعج بقضايا من هاد القبيل، وسببها دائما فقط خلافات بسيطة أو عدم تفاهم أو كذلك زيجات تقليدية وتدخل الأسرة في أدق تفاصيل الزوج والزوجة. غادي نتلاقاو حنا وياكم الأسبوع المقبل مشاهدينا بحكاية جديدة وعبرة جديدة. ومع الناس عشنا حكايات يا مقلوب وعيون بكيت، الله يا العالي يا خالق الحياة خلي ليام نسينا اللي فات.